عقد حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة نواصر مساء يوم السبت 15 يناير الجاري بفضاء أزاد إسباس بترب جماعة تولد صالح مؤتمره الإقليمي تحت شعار الطريق إلى رابع مارس برئاسة المنسق الإقليمي نور الدين رفيق وبحضور نوازي لقيادات الحزب وبرلماني ومنتخبي الحزب. في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني اللي غيكون إن شاء الله في 4-5 مارس، المجلس الإقليمي ديال نواصر عقد المؤتمر ديالو، وهذه فرصة باش في هذا المؤتمر نذكروا بالنتائج الجيدة اللي حققها الحزب على صعيد الإقليم واللي كانت غير مسبوقة، بالإضافة إلى تذكير وحث الناخبين ديالو المنتخبين ديالو على الاستمرار في العمل والمحافظة على النتائج، لأن إقليم نواصر خاصو بزاف المسائل اللي كتهم، لان كتعرفوا بان اقليم نواصر كيعرف اكبر كثافه سكانيه على صعيد المغرب، وبالتالي عنده الخصائص كبير في جميع المجالات، لا التعليم لا الصحه لا الطرقات، وبالتالي حنا خصنا نترافعوا عليهم، وحتينا على اساس المنتخبين خصهم يكونوا حاضرين بقوه ويلتزموا بداك الشيء اللي يفوه بداك الشيء اللي التزموا به اثناء الحمله الانتخابيه ديالها، ونحاول ننفذوا البرنامج الحكومي اللي حنا كنخارطين فيه ان شاء الله. وصادق المؤتمرون والمؤتمرات على المنتظبين للمؤتمر الوطني المزمع انعقاده مطلع شهر مارس المقبل، وفي أجواء إيجابية أعرب من خلالها المؤتمرون عن استعدادهم لإنجاح مختلف المحطات المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني للحزب المقرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس القادم.